يا كابتن محمد، مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، ازيك يا عامل ايه، حبيبي؟ اخبارك ايه، مستنصر وحشنا كتير، كله كويس؟ والله. عامل ايه في الساعه دي يا امير؟ لا لا، الدنيا تلج والله العظيم. انا مشكلتي كمان في التلج، ان انا بص تبقى اوحش لحظات حياتي بصراحه. انا برضو ما بحبش الساعه، ما بحبش الساعه ربنا. خالص يعني، ان شاء الله الصيف يقرب حقيقه بسرعه. اخبارك ايه، الدنيا كويسه؟ تمام والله، الحمد ايه لله يا امير. اسباب رحيل الكابتن تامر مصطفى؟ يعني نتائج ايجابيه، الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا جدا، الاسباب ايه يا كابتن محمد؟ والله عشان نبقى صريح كالعادة يا أمير، هو كابتن تامر زعل في موضوع زياد كمال، يعني زاعل يعني السبب زياد كمال. يعني دي حقيقة مش هنقدر برضو نقولها نخفيها يعني، بس اوكي. هو التملي الصراحة بتريح يعني، فده السبب. هو كان عنده رغبة ان زياد كمال يكمل، هو طبعا احنا كنا طول الوقت بيبقى فيه جون بتاعتنا وانت او قلت لي في اللعب. اكتر من مرة لما جيت لي ضيف هنا في كام ايوه مداخلة بس ان انت مفيش قلت اي لاعب هيخرج. تمام، انت قلت كلمة وده بيعجبني فيك، يعني ان طالما الصفقة دي تمت يبقى ايوه اكيد انبي مستفاد منها كويس يعني، ايوه بالظبط. ودي حقيقة. واحنا فعلا كنا محتاجين نعمل صفقة كده بشكل او باخر، فساعات الامور الادارية تتعارض شوية مع الحتة الفنية، فده اللي ممكن يعني سبب. انما انا بس عايز اوجه تحية كبيرة جدا 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 لكابتن تامر مصطفى، طبعا. من المدربين الكبار المميزين اللي طول الوقت انبي هيفضل مفتوح له لانه اسمه ارتبط بانبي، يعني اعتقد ان هو حد مميز وان شاء الله ربنا يكتب له كل الخير والتوفيق، لانه فعلا شخصية مميزة بجد يا امير والله، دي طبعا، حقيقة وأدى دوره على اكمل وجه، على اكمل وجه. وعايز وبشكل اقول لك غير ان ونتائج غير متوقعه في الحقيقه، للامانه الشديده يعني. دي حقيقة، وعايز اقول لك بس ان هو الخروج برضه خروج، يعني عايز اقول لك بمنتهى الحب والود مفيش اي مشاكل، عشان برضه تبقى الامور واضحة ده يعني مهم، لغاية وده دلوقتي. مهم لا جدا. لا لا لا، مفيش مشاكل خالص، بالعكس يعني الاستاذ ايمن النهارده حتى لما جينا النهارده التمرين وكده، يعني قال لك انا تامر بالنسبة لي بعتبره زيه زي اي لعيب، هفضل دعمه في اي حتة هو يروحها يعني، ودي حقيقة يعني كويس بصراحة. كويس. فهو ما عجبوش رحيل زياد كمال، زياد فقرر زياد الرحيل بشكل نهائي. طيب، عايز اتكلم معاك في تفاصيل العقد برضو، بصراحتك المعهوده، تفاصيل بس عقد الصراحه مش هتبقى قوي برضو يا امير يعني، ليه بقى؟ يعني شويه كده في حاجات ما ينفعش طب اديني الصراحه فيها. التفاصيل المسموح بيها في عقد زياد كمال وانتقاله على سبيل الاعاره لنادي الزمالك. انا بس عايز اقول لك على حاجه اتفضل صغيره اتفضل. اعتقد ان ما حدش واخد باله منها، ايه هي؟ صدقني والله بكلم بجد. ايه هي؟ وهي ان انبي عامل ديل كويس، ديل كويس جدا، وفعلا حاجه جديده. وانت عارف الاستاذ ايمن الشريعي طول الوقت طول الوقت بيبقى عنده افكار مميزه في الحقيقه يعني، بس انا لاحظت شايف ده جدا في الحقيقة، اتكلمت معاه دي قريب، لاحظت ودي معاه جدا. مستو في الحقيقه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ان الاعاره اللي احنا عاملينها احنا بنقول سنتين ونص، بس هي اكتر من سنتين ونص، على اساس ان الموسم ده لسه فاضل الدور الاولاني لسه حوالي نص وست ماتشات يا امير مثلا، ماشي فانت لو حسبتها من وجهه نظر انا كانهم 3 سنين ماشي او لحاجات بسيطه. اوكي. فانت لما تيجي تبيع لاعب بمستوى زياد كمال وهتيجي تمضيه عقد، هتمضيها كام سنه؟ ثلاثة. ثلاثه. فانا الموضوع انت لو بصيت له هتحس ان الزمالك كانه اشترى زياد كمال ماشي. 3 سنين. هي الميزه هنا في ايه؟ ان الزمالك كسبان، اللاعب كسبان، وانبي كسبان. ماشي. طيب، الزمالك يعني كسبان على الصعيد الفني فقط لا غير، ولا يحق لنادي الزمالك اثناء مده الاعاره ان هو يبيع زياد كمال بالتنسيق لا مع لا لا انبي؟ لا لا، زياد كمال معار، واللي يحق له يبيعه هو نادي انبي. طب هل نادي انبي يحق له يبيع زياد كمال خلال السنتين ونص اعاره؟ من اول يوم يحقني ان انا ابيع زياد. من اول يوم. يعني نادي انبي دلوقتي لو جاله عرض في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله في زياد كمال من خارج مصر، مظبوط كده؟ ايوه يوافق، ما فيش مشكله، لو عرض مرضي بالنسبه له يوافق، ونادي الزمالك ملوش قرار. طالما عرض وليه نسبه. ليه نسبه بس اللي هي 10% زي ما انا قلت كده. وتزيد زي الموسم الثاني. النسبه تزيد في الموسم الثاني، دي تفصيله مهمه برضو، تزيد ايه، 5 ايوه ولا 10 كمان؟ وتزيد الموسم وتزيد 5، والموسم اللي بعديه يبقى تزيد 10، يبقى ممكن الثالث موسم او الموسم يبقى الاخراني يبقى 20%. 30 30% 30% ممكن يوصل 30%. فانا بقول لك صدقني والله يا امير، الاعاره اللي اتعملت دي اعتقد ان في ناس كتيره جدا هتقلدها لان كل الاطراف كسبان. انتوا شاطرين قوي في الحقيقه، والله والله بجد انتوا شاطرين قوي يعني، يعني انتوا بجد صدرتوا للناس كلها ان مفيش لا لعيب هيخرج، بس طالما حاجه بالشكل ده ومكسب كبير كده طبعا طبعا فما طبعا يا ترددتوش يعني.
يعني يعني وخلي بالك، بس انا عايز اقول لك على حاجه عشان زياد كمال. لا انا بقول لك الصفقات اللي نادي الزمالك جايبها كلها طبعا صفقات محترمه ولاعيبه كلهم جمال ومميزين في الحقيقه، بس انا بقول لك زياد كمال ده هيبقى ليه نكهه خاصه جدا في نادي والله. الزمالك. صدقني يعني اعتقد ان الجماهير بعد شويه هتحس ان هي الصفقه كان لازم تتعمل يعني ان طب شاء الله. يعني عشان اخد منك رد قاطع، لو جه عرض من مصر لزياد كمال اثناء فترته مع نادي الزمالك، موقف ام بي ايه؟ لا هو في تركه كده ان هو ايه، لازم بيبقى موافقه الزمالك برضه لازم في مصر موافقه الزمالك في لو في حته مصر، معينه. لو للاهلي من الاخر يعني لا لا فلازم لا لا الزمالك. ما ينفع. لا لا بص يا امير، ما ينفعش ان احنا نصنف نادي، لا والله ده ما حصل طب ماشي، ومش يعني موجود في العقد عشان بس يبقى الامور واضحه. مش موجود في مش م... العقد. لا 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 مش موجود ان انت تحدد الممنوع. لا احنا عاملين ايه، قلنا ايه لو انديه في المربع الذهبي اللي هم الاربعه الاوائل. الاربعه الاوائل يعني لازم يبقى الزمالك يبقى موافقه الطرفين، ده لو في مصر يعني. طب لو مثلا حد من الانديه اللي في يعني مثلا نتكلم على اهلي بيراميدز مثلا، لو هم في مرحله خلال الموسم مش في المربع الذهبي بس ليهم مباريات مؤجله، خلي بالك ده سؤال مهم جدا، ما هو بقى انت هتخش في نقاط ساعتها هيبقى ايه تفصيليه. الموقف؟ لا اعتقد، بص اعتقد هيبقى هي الموضوع يعني مش هيبقى وصلنا للدرجه دي، لان هيقول لك طب استنى، هتخش في ديبيت ملوش لازمه يعني. مش مش هتخش هتحبوا ان انتوا تخشوا في لا 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 الدوري. لا طبعا، لا 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 طبعا، لا طبعا، لا طبعا. لكن وهرجع تاني اقول لك، احنا نادي انبي طول الوقت هو بيتعامل مع الاهلي، بيتعامل مع الزمالك، ما بيتعامل مع واضح كل مفهوم. الانديه، بنحب ان احنا نتعامل بشكل مميز ما فيهوش اي مشاكل يعني. اذا يحق النادي انبي بيع اللاعب في اي فتره من الموسم او اي فتره انتقالات سواء كانت صيفيه او شتويه اثناء ايوه اثناء مده اعارته مع نادي الزمالك. الموضوع مش مرتبط بنهايه موسم، لا 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 مش لا مرتبط بنهايه موسم. لا 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 لا. هو عنده كام والزمالك سنة يبقى زياد ليه نسبة، كمال؟ عنده ده كام؟ مواليد 2001. ما شاء الله لسه صغير لا يعني. ده لعيب هيبقى مميز، ويعني اتفرج عليه تابعه كده امير ان شاء الله اكيد هتلاقيه. الكل هيتابعه طالما بيلعب في نادي كبير بقيمة نادي الزمالك وحجمه، اكيد الجماهيرية هتخليه تمام يتابعه. طبعا جاي من نادي كبير برضه زي نادي تمام انا عايز انبي، اقول لك ان دايما احنا بيطلع مواهب زي دي يعني. أعرناه السنة اللي فاتت للمصري في يناير، ولأنه كان المصري كان محتاجه يعني، وبرضه كانوا طالبين إن هم يشتروه يعني. إحنا كنا أو كانوا عايزين ياخدوه إعارة بأوبشن تو باي يعني، إحنا كنا حاطين مبلغ 35. 35. ده السنة اللي فاتت يعني. ما بقول لك شاطرين جدا يا كابتن محمد والله. بس بص ايه رايك، انا هو صريح معاك اهو لا زي لا الفل صريح، اهو. بس انت ما اديتنيش كل حاجة برضه، بس يا راجل عادي يا مفيش راجل، ده انت مشكلة. رايح تاخد زياد نفسه بقى. مش حبيبي يا قلقانين امير شوية، حبيبي. مش قلقانين شوية على الفريق فنيا بعد رحيل الكابتن تامر مصطفى؟ لا هقول لك ليه، احنا الحمد لله بالمناسبه برضو اديك حاجه، الجهاز اتفضل. اتشكل النهارده، الجهاز الجديد هيبقى المدير الفني الكابتن سيد ياسين، وهو كان ماشي. المدرب العام مع الكابتن تامر، والكابتن مجدي علام هيبقى مدرب عام مع الكابتن سيد، والكابتن هاني عبد الله زي ما هو، والكابتن عمرو فهيم اتضاف لي برضه للجهاز مدرب مع الكابتن سيد في الجهاز يعني. فالجهاز تقريبا ما اتغيرش، مدرب الحراس زي ما هو، محل الاداء زي ما هو، كل الجهاز زي ما هو اعتقد. ودي حاجه هتبقى ونفس السيستم هيشتغل، زائد ان احنا ثقتنا كبيره جدا في الكابتن سيد ياسين، لانه بقى له 14 سنه بيشتغل في ما الفريق شاء الاول الله. وحد مميز يعني. ونفس الفكر بتاع الكابتن تامر، ويتماشى طبعا مع فكر الاداره معانا. فاعتقد الامور الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله مش مخلينا قلقانين يا امير ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وفي الحقيقه هو القرار ده متمشي او بيتمشى جدا جدا مع السياسه بتاعت النادي، لان برضو زي ما ايوه استنتجت من كلامي او تاكدت من كلامي مع الاستاذ ايمن الشريعي، ان المدير الفني هو ترس في منظومه بالنسبه لانبي، دي حقيقة في دي اهداف حقيقة. محدده، لكن في أيوه كل الاحوال السيستم هو اللي بيبقى ماشي، فبشيل المدير السيستم هو الفني اللي ماشي، يدي واحد وكل تاني ينفذ نفس ال... صحيح أي حد بيجي يحط يجي مكان أي حد هيخش في نفس النظام ونفس السيستم. اتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا أمير، بشكرك متشكر يا شكرا حبيبي، جزيلا. سعيد أنا انا اسعد أمير والله، والله انا اسعد والله، حبيبي. تنورنا وشرفنا دايما.